ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده ويجز نجم سليني 2. اوكي طبعا انا عملت سليني 1 او سليني بس. اوكي معايا بروديوسر دي جي توتي. انا اتمنى الاغنيه دي تعجبني لان سليني 1 انا عجباني فشخ. الاغاني اللي عجباني ويجز تقريبا تالت اغنيه تعجبني. اوكي اللي ما يعرفنيش، انا لسه بادئ اسمع عربي جديد. اوكي ما كنتش بسمع عربي لاسباب كتيره جدا، ان شاء الله هبتكلم في الموضوع ده في فيديو لوحده. اوكي عشان الناس هنا جايه عشان تسمع الاغنيه ذات نفسها، مش جايه عشان تعرف انا بسمعش عربي ليه. اوكي فبدات اسمع عربي لسه جديد. انا هنا مش بحلل الاغنيه، بسمع الاغنيه لاول مره، بعمل عليها رياكت لاول مره، اسمع الاغنيه اذا كانت عجباني او مش عجباني، ولو مش عجباني مش هتاثر في الناس، او عجباني برضو والناس مش عجباها مش هتاثر برضو في الناس، هي مش هتخلي الناس ان هي تسمع الاغنيه او تحب الاغنيه. اوكي ف لو قلت ان الاغنيه دي وحشه فسليني الاولى عجباني. اوكي ومش تفرق مع اي حد ومحدش يغير رايه. اوكي لو عجبك اسمعها، مش تفرق، كلنا اراء، الناس كلها اراء. اوكي بس كده خلينا نبدا الاغنيه ويلا ليتس جو. كل سنه وانتم طيبين، نسيت كل سنه وانتم طيبين، ليتس جو. سليني اللي انا سمعتها الاولانيه ما كملتش ثانيه كانت عجبتني، ربنا يستر. توتي ايه هاي الاغنيه دي عامله ازاي؟ مش فاضيلك بالنصور. انا قصدي كبروديوسر، لان كبروديوسر بس انا الاغنيه سليني الاولى انا كانت عجبتني عشان ويجز طريقته كانت عجباني فشخ. فانا دلوقتي بتكلم بقى على البيت اللي هو ايه، يا رب يا رب يكونوا الاثنين عاملين حاجه حلوه قدام. خلينا نكمل عشان ايه ما فقعش الناس. بس مش عارف جيلي ولا جيلك، روحي للي انت بترتاحي له، روحي للي انت بترتاحي له، ما تنسيش اللي مش فاضيلك، صاحبي قصة حياتي انا مالفها فوتي. في اغنية سليني الاولى بيقول له انا ما بوصيش كرة، بوصي جوبات. زولي كتب فل بالدنيا الشر انتصر، من كان يصدق شغلة بالي وروحي فيها، من كان يتوقع اني ضعيف بقوى بيا، حبيتك ولو شاي كسرتيها، حبيتك اكتر من الاغاني اللي بغنيها. حليت بالتليفون ارجوك ما تقوليش انا هلبس وجهي. هو احنا في مصر في حد بيغني بنفس الطريقه بتاعت ويجز كده؟ معلش انا موقف في حته غريبه. يعني طريقه الغنى تحس ان يعني يعني ازاي اقولها، يعني بيغني بالطريقه دي، يعني اسلوب حلو، يعني اسلوب حلو، طريقة حلوة، يعني اللي هو أصلا ويجز أصلا المفروض مش مغني، يعني مش معروف إن هو مغني بيغني، يعني مش اللي هو عارف إن صوته حلو بس اللي هو مش مغني، عارف إن هو المفروض رابر المفروض. فأنا عاجبني طريقته كغنى عجباني، ودي من الحاجات اللي ممكن أقول إن هي صعب إن أي رابر أي رابر صعب إن هو يغني. أوكي فأنا عاجبني ويجز في كده، ودماغه عجباني في كذا حاجة طبعا، عشان طبعا هو في كل دولة بيغني شكل الحاجات دي بتعجبني فشخ.
ويجز انا ما كنتش بحبه ما كنتش بحبه التليفون الو ارجوك ما تقوليش انا هلبس وجيله عشان انت عارفه اني نجم مش فاضيلك مش فاضيلك نجم مش فاضيلك مشغول بلاش قلبي ندور على دي الحته دي جامده انت عارفه اني نجم مش فاضيلك مش فاضيلك نجم مش فاضيلك مشغول بلاش قلبي ندور على دي لك مش فاضيلك نجم مش فاضيلك هو ويجز ازاي لحد النهارده ما غناش مع اجانب؟ يعني بطريقته دي لو غنى مع اجانب هيبقى تحفه. يعني في اغنيه سمعتها لجاشي ومعاه الشاب خالد اللي هو بتاع دي مش عارف ايه الاغنيه دي، الشاب خالد اكيد عارفينه بيغني مع الاجانب، انا طريقته حلوه شاب خالد، واعتقد برضو ويجز لو غنى مع اجانب هيعمل اغنيه جامده فشخ بالطريقه اللي هو بيغني بيها دي، حلوه فشخ، انا عجباني بصراحه. ما تقربي وما تقولكيش بتعذبينا سلينا 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 توتي هادي توتي هادي توتي هادي برنس اوكي ويجز انا دي تاني دي يعني اوكي هي حلوه بس ممكن اسمعها تاني ما عنديش اي مشكله، بس سليني الاولى بصراحه اللي عجباني من اول ثانيه سمعتها قلت دي جايز الاغنيه دي تالت اغنيه اسمعها الويجز يعني تبقى من ضمن الاغاني اللي انا بحبها فاهمين. ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وبعرفوني ايه رايكم في الاغنيه دي، يا ريت تعرفوني، وكل سنه وانتم طيبين، بالمناسبه دي ميري كريسماس، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويلا تشوس.